جدا اللي هي حاجة المملكة. يعني مو مجرد انا حاجتي يوم وطني او كذا نرجع نسوي نفس الحركه يعني على الاقل تاخذون بث لايف بتحسسهم بالوطنيه صح الناس شافوكم لانها حتى يعني العلم حسب احساسي يعني شيء بروش هذا ولا حلق هذا في بروش لا العلم اللي هنا ده بروش ترى هذا ذهب مو اكسسوار يا ناديه انا عارفه هذا ذهب لا بروش والبروش لا لا بروش مش بروش بالالماس بيسوي اشياء بالالماس هذا فكره رائعه الشعار زي انت عندكم الشعار مثلا شغل دقيق رائع ان شاء الله طبعا يا جماعه احنا موجودين في غرفه جده موجودين في المعرض المصاحب للمنتدى الخامس لصاحبات الاعمال نطلب المينا لانه بالفضه عشان يكون في متناول الجميع لكن اللي بسويها خاصه طبعا بتكون ذهب وزمرد اوكي فهذه عشان يعني انه تقدر الكل يعني ممكن تكون في متناول الجميع انه سعرها يكون ما يكون سعرها انا صراحه عجبني الدقة الشغل وانه بتراعي جميع الديتيلز كوكب الارض انا من اول ايوه في منها الكبكات كمان كبكات تمشي رجالي نسائي نفس الفكرة يعني الموظفات اللي في هذه عندهم عمل بالذات الأموال في البنوك طيب يا مدام نعمة شوفي أنت ما شاء الله عليك صاحبة عمل والأخت منى صاحبة عمل والأخت نسرين صاحبة عمل والأخت نادي صاحبة عمل والعم راشد صاحب عمل إحنا كل أنواع التجوانة صاحب عمل مثلكم إحنا عندنا نقدر نعمل خصومات بس نعرف إن حقين الذهب ذول محدود الخصومات عندهم عكس المجوهرات المجوهرات فيها خصم لكن الذهب نعرف انه بورصة عالمية هل عندك خصومات ولا كيف تتم بالخصومات صح ولا لا يجب